اتفضلي ممكن حضرتك. اعمل مذيعه النهارده عليك استضيفك انا النهارده يعني اتفضلي حضرتك استعدوا الاسئله المفاجاه والمباشره قولي يسعدني ان انت تبقى معايا النهارده وعايز اجابات سريعه لا انا اللي اقول وعايز اجابات سريعه ومن غير تفكير هسالك كم سؤال عن اكتر الحاجات اللي انت ممكن تستغنى عنها اكتر حاجه ممكن تستغنى عنها هي ايه هبتدي معاك بعربيتك تقدر تستغنى عن عربيه لا طبعا هاجي الشغل ازاي واروح ازاي خالص تاخد اجازات تقدر تستغنى عن اجازاتك العربيه دي الايد والرجل يعني لا خالص طيب هرجع لك لموضوع العربيه ده لو الظروف خليتك ان انت مش معاك عربيه وبعتها هتتصرف ازاي لكن لو باختيارك انت قلت لا لو بالاختيار لو باختياري هقول لا لكن لو الظروف اجبرتني او عندي ظروف ماديه او حاجه لا هتصرف هركب اي حاجه يعني مش قصه يعني هتتصرف بس لو انت حد طيرك انا كنت بروح الجامعه في ميكروباص ومترو وبتاع وكده مش تمام يعني انت واخد على ان انت تتصرف تستغنى عن موبايلك بس لو باختياري العربيه لا ما استغناش عنها ايديا ورجليا يعني مش بنتكلم على الظروف القهريه لو باختياري لا مش هستغنى عن العربيه هتستغنى عنها انا مش عارفه هنخيرك تستغنى عن ايه ليه بس هنفكر ماشي دلوقتي ماشي. يعني تستغنى عن موبايلك لو باختياري لا مش هستغنى طبعا عن موبايلي على طول ولا ممكن تستغنى عنه وقت ممكن استغنى عنه كده وقت في على مصر فكرة ايه دي كلمه ايه دي الواحد يبقى بيفكر بصي باختياري مش هستغنى الاجابات مش احنا مش هي صراحه يعني باختياري لا مش هستغنى عن موبايلي طبعا ماشي بقى لا اجازاتك يعني ما عادي انا ممكن اجي على نفسي عشان ما اجي على نفسي يعني ممكن ما تاخدش اجازات وتشتغل وقت طويل كتير كده من غير ولا تفصل ولا يوم تستغنى عن اجازتك تستغنى عن اللمه تقدر تستغنى عن اللمه وتبقى لوحدك خالص اقدر تقدر يعني لو خيروك بين حاجتين تقول لا يا عم انا اقعد لوحدي احسن انا ممكن اقعد لوحدي كتير يعني انا قلقانه ان في ناس معينه تبقى بتسمع الكلام ده وابقى جبنا لك المشاكل بس تمام مفيش مشكله ويكون ده الهدف الاساسي من الموضوع يعني اكذب عليك ايمن بعد الحلقه يعني عن شغلتك تتنازل عن اي حاجه تانيه عن شغلي لا انا ما اقدرش ما اشتغلش يعني كلنا بنحب الشغل ومفيش حد فينا يقدر يتعود على الشغل لكن عن شغلتك يعني في حد ممكن يتنازل ويقول لك انا قررت اعمل ثوره في حياتي وتغيير انا هعمل شيفت كارير لحاجه تانية تقدر ما احبش تعمل ما احبش اعمل لكن لو الظروف اضطرت يعني بعرف اعمل حاجات كتير في حياتي يعني نشكر ربنا يعني عندي اعرف اعمل كذا حاجه يعني ده انت ما عندكش مشاكل خالص لا انا ما انا كل حاجه ممكن يستغنى عنها لا يعني الشغل وكده عندي مرونه ان انا مثلا ما فيش شغلانه كذا اصل يعني ده احنا بنقول للناس كده لو احنا ما عملناش كده بعيب قوي يعني انا يعني انا في حياتي كلها اشتغلت كذا شغلانه وكده اصلا بشتغل من زمان قوي يعني من اولى ثانوي وحاجات كده فبقى طبعا كذا شغل يعني طيب مش مسموح لك انك تسالني عشان مش هجاوب انا اللي كنت المذيع النهارده وانا اللي سالتك وما الهدف هقول لك بعد الحلقه بعد النتيجه بتاعت الهدف ما تحصل لكن خلينا النهارده نسال السؤال ده لحضراتكم وممكن تشاركونا بيه ايه الحاجه اللي ممكن تستغنى عنها في حياتك بارادتك